من برنامج عالم الكمبيوتر. احنا حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن ايه؟ هنتكلم فيها عن مايكروسوفت اوفيس. عايزه احكي لكم بس حدوته، انا لما جم قالوا لي دلوقتي ان احنا النهارده هنكمل الموضوعات بتاعتنا اللي هي المايكروسوفت اوفيس، قعدت افكر دلوقتي اعمل لكم ايه الموضوعات اللي هتكلم فيها. لما قالوا لي ان احنا هنكمل المايكروسوفت اوفيس وان احنا عايزين يكون عندنا الليتست فيرجن، ان انا جايه اعمل لكم الحلقه بتاعتكم تكون عن الليتست فيرجن بتاعت المايكروسوفت اوفيس، يعني احدث حاجه، فكرت لقيت ان اللابتوب بتاعي اساسا انا اصلا مش منزله ليتست فيرجن، فازاي جاي اعمل لكم حلقه وانا اساسا ما عنديش الليتست فيرجن؟ طيب لو انا حبيت دلوقتي ان انا اجيب الليتست فيرجن، فبالتالي عندي حاجتين، يا اما ان انا هبتدي ان انا اشتريه وابتدي انزله على الكمبيوتر بتاعي وابتدي ان انا اقول لكم ايه الفيتشرز الزياده اللي موجوده في السوفت وير. طيب لو انا عندي مقدره ماليه ان انا كنت اشتري الفيرجن دوت، يمكن في ناس عندنا في البيت ما عندهمش اساسا مقدره ان هم يشتروا حتى احدث حاجه موجوده على المايكروسوفت اوفيس. وكمان حاجه ثانيه يمكن هيقول انا ليه اشتري مايكروسوفت اوفيس الجديد اذا كان انا ساتسفايد بالفيرجن الموجوده القديمه، يعني انا حتى اللابتوب بتاعي عليه الفيرجن 2011، فليه اكون مضطره ان انا اشتري حتى الليتست فيرجن بتاعه 2016 او 2018؟ يبقى نمبر 1 انا مش جاي اكلمكم عن الفيتشرز الاضافيه الجديده الموجوده في 2018 او 16. نمبر 2 الحاجه كمان المهمه جدا، يمكن في ناس موجودين في البيت ما عندهمش اصلا لابتوب، ولو حد قال لبابا لو سمحت انا عايز اشتري اللابتوب، هنلاقي دلوقتي حتى البرايس بتاع اللابتوب بقى اكسبنسيف جامد جدا، هيقول كفايه جدا ان انا بدفع لك اصلا مصاريف المدرسه، وكفايه جدا ان انا بدفع حتى الموبايل بتاعك. يبقى الفكره الثانيه انا يمكن كمان ما عنديش اللابتوب. طيب هو انا جاي اعقد لكم المشاكل؟ لا، ايه اللي موجود متاح؟ ايه الموجود المتاح قصادك؟ المتاح قصادي هو الموبايل، يبقى انا اللي في ايدي دلوقتي هو الموبايل. يبقى حلقه النهارده بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن مايكروسوفت اوفيس بس اللي موجود على الموبايل. يعني ايه الموجود على الموبايل؟ اللي موجود على الموبايل او الموجود كمان على الكمبيوتر، مايكروسوفت اوفيس عملت لنا حاجه مهمه جدا اللي هي اسمها مايكروسوفت اوفيس اون لاين. يعني ايه اون لاين؟ يعني انا مش محتاجه ان انا انزل السوفت وير على الكمبيوتر بتاعي، انا بخش عليه اون لاين، يا اما بالانترنت، يا اما باستخدام الكمبيوتر، يا اما باستخدام الموبايل بتاعي. يبقى حلقه النهارده هو ازاي هنستخدم المايكروسوفت اوفيس بس اللي مش نازل على اللابتوب، لاني انا فعلا يمكن ما عنديش لابتوب، اللي نازل على الموبايل وممكن استخدمه من الموبايل او من الكمبيوتر. خلينا نقول ايه المهم في القصه دي. القصه دي اولا لو انا حتى مسافره مصيف وقالوا لي دلوقتي احنا عايزين نعمل اكسل شيت، احنا عايزين نعمل حسابات، ابتدي اكتب لنا لاتر، عايز اكتب جواب. طب انا معيش اللابتوب عشان اقول لكم انا عايز اجهز لكم المعلومات دي، لكن انا اللي في ايدي هو ايه؟ هو في ايدي الموبايل، بالتالي بفتح الموبايل وابتدي انزل مايكروسوفت اوفيس عليه وابتدي ان انا اشتغل. طيب هل الداتا اللي انا موجوده على الموبايل بتاعي هل كونكتد باللابتوب لو رجعت الشغل بتاعي؟ اه طبعا كونكتد باللابتوب. طب ازاي؟ هو انا هنقم الموبايل بفلاش ميموري ولا بهارد ديسك ولا بايه بالظبط؟ حضرتك بترفع كل الداتا بتاعتك على حاجه اسمها الوان كلاود. الوان كلاود بتاعنا او وان درايف هو اللي هيكون المكان اللي هتخزن فيه الداتا بتاعتك بين الموبايل وبين الكمبيوتر. يبقى تعالوا نبتدي نشوف الحلقه بتاعتنا هتكون عن ايه. هنتكلم عن المايكروسوفت اوفيس. طيب المايكروسوفت اوفيس بنتكلم على ثلاث حاجات، بينزل على كل انواع الموبايلات، يعني انا ما عنديش اي مشكله في الموبايل، يا اما بنزله عندي على الكمبيوتر بتاعي، اي نوع كمبيوتر هينزل عليه سواء بي سي سواء ماك، هينزل على اي نوع موبايل سواء اي او اس او اندرويد. بنبتدي ان احنا ننزله ازاي؟ خلينا بس نبتدي اول ما نتكلم، يبقى نمبر 1 نبص على السكرين بتاعتنا بس على البروجيكتور، يبقى احنا نمبر 1 اقدر ان انا انزل الاوفيس بتاعي على اللابتوب لو في ايدي لابتوب او عندي لابتوب موجود عندي في البيت سواء بي سي سواء ماك. طيب نمبر 2 الاوبشن الثانيه ان انا اقدر كمان اخش بيه عن طريق طبعا الموبايل، ان انا اقدر استخدم الموبايل بتاعي ان انا اخش جوه المايكروسوفت اوفيس. طيب ايه اللي هيربط ما بين البي سي واللي هيربط ما بين الكمبيوتر بتاعي؟ ايه الانتجريشن ما بين الاثنين، او ازاي استدعي الداتا اللي موجوده على الكمبيوتر واستدعيها عن الموبايل؟ في الحاله دي عن طريق حاجه اسمها كلاودز. شايفين الكلاودز دوت؟ الكلاود ده اسمه وان درايف كلاود. وان درايف كلاود ده عندك لحد 1 تيرا اقدر ان انا اخزن فيه كل الداتا بتاعتي. طيب نبتدي نخش في موضوع الحلقه بتاعتنا ونبتدي ان احنا نشوف. نمبر 1 اول حد هيقول لي طيب ادي الموبايل في ايدي، يلا قولي انا هبتدي اعمل ايه. حضرتك زي ما قلنا دلوقتي ان احنا ينفع ان احنا ننزله على اي نوع كمبيوتر، بالتالي بنزله على الويندو، اقدر انزله على اي موبايل بس بيكون اندرويد سيستم، اقدر ان انزله على اي موبايل يكون اي او اس سيستم. طيب ايه الابس بتاعتي اللي انا هبتدي انزلها؟ نبص كده الابس اللي هتنزلها من الموبايل. هننزل الاوتلوك، هننزل الوان درايف، هننزل وورد، اكسل، باوربوينت، ون نوت،
شيربوينت، مايكروسوفت تيم. كل السوفت ويرز دي او كل الابس دي اوتوماتيك موجوده على الكلاود او موجوده على السيستم بتاع الانترنت، اقدر ان انا استدعيها او ان انا ابتدي ان انا اشتغل بيها او ان انا استخدمها. تعالوا نبص كده تاني. يبقى دلوقتي اول حاجه احنا بنروح عشان ننزل الوورد، اكسل، باوربوينت، اوتلوك اكسبرس او ون نوت، ايه اللي احنا هنعمله؟ حضرتك هتفتح حاجه اسمها الابل ستور او هتفتح الجوجل بلاي واوتوماتيك هتعمل داونلود للسوفت ويرز دي. بنكتب الاساميها، انا هسيبها اهو على السكرين، وورد، اكسل، باوربوينت، اوتلوك والون نوت. دول الفايف سوفت ويرز اللي احنا هنبتدي نستخدمهم. نبتدي نبص كده مع بعض. اول حاجه نشوفها دي كمان مجموعة الابس اللي انا اقدر انزلها لو كان الموبايل بتاعي اي او اس. نبص كده الفيتشرز بتاعتنا، انا عندي وان درايف، ممكن انزل كمان السكايب، ممكن انزل سوي. هقف سنة صغيرة عند اسمين كده جداد عشان هنتكلم فيهم في موضوع الثلاث حلقات اللي جايين. نمبر 1، انا عندي حاجه مهمه جدا او اب مهمه جدا اسمها سوي. سوي دي اكزاكتلي ذا سيم زي بالظبط باوربوينت بريزنتيشن، بس بتبقى مور ادفانسد، اقدر ان انا بعمل بيها فيديوهات تعليميه وبتكون انتر اكتف. فعايزين نتعلم حاجه اسمها سوي. زي ما قلت انا مش بنزل السوفت وير على الكمبيوتر بتاعي، ده هو اوتوماتيك موجود لايف او اونلاين على الانترنت. السوفت وير تاني المفيد اللي هو الاوفيس لينس، ده عباره عن سكانر، واحنا اساسا الحاجه الدراسيه بتاعتي عايز اصور كتاب، عايز اصور الوايت بورد وانا في المدرسه، بستخدم حاجه اسمها الاوفيس لينس. ايه كمان الفيتشرز اللي هنستخدمها؟ عندي بعد كده كمان هننزل السكايب بتاعنا لو انا حبيت ان انا اعمل شاتنج مع المدير بتاعي، اعمل شاتنج مع الطلبه بتوعي، اعمل شاتنج مع اصحابي. هنبتدي ان احنا نستخدم سكايب فيديو اند اوديو. نيجي كمان ايه السوفت ويرز اللي هنزلها كمان، او مش هننزل اللي احنا هنستخدمها، هنستخدم كمان الكلاود. الكلاود هنعمل اكونت عشان نخزن فيه كل الداتا بتاعتنا. نبتدي بقى نشوف احنا هنعمل ايه. نيجي بقى نمبر 1، نبتدي ان احنا بعد ما قلنا اسامي السوفت ويرز بتاعتنا، تعالوا نبتدي الحلقه بتاعتنا. اول سؤال هتسالوني دلوقتي، طيب انت قلتي دلوقتي احنا مش هننزل الحاجه بتاعتنا على الكمبيوتر، هايل، انا ممكن يكون عندي كمبيوتر، اعمل ايه عشان اقدر ان انا اخش على السوفت ويرز اللي موجوده اونلاين؟ حضرتك هتكتب فوق، هتفتح كروم، هتفتح سفاري، هتفتح اي براوزر عندك، وهتكتب فوق حاجه اسمها www.microsoft.com اونلاين. اول ما هتفتح السايت دوت اللي هو مايكروسوفت اونلاين، هتلاقي الشركه نفسها سمحالك ان انت تستخدم كل الابس بتاعتها، كل البرامج بتاعتها فور فري، يعني حضرتك مش هتدفع اي حاجه وهتستخدم كل الحاجات دي. بس ايه الشرط الاساسي؟ ان انت اساسا تكون كونكتد تو ذا انترنت، يعني لازم حتى يكون كونكتد تو ذا انترنت. طيب ليه بقول القصه دي؟ لان زي ما قلت لكم التعليم دلوقتي هم عايزين يوزعوا تابلتس على اولى ثانوي وثانيه ثانوي، هايل جدا. جميل، انا دلوقتي عندي شويه هوم ورك، عايزه ابتدي اعمل اسي، عايزه ابتدي اعمل مقاله، عايزه ابتدي اعمل شويه كالكوليشنز حسابات، عايزه اعمل حاجه باوربوينت برزنتيشن. بما ان التفكير الجديد اتنقل ان احنا مفروض كل طالب اولى ثانوي هيكون معاه تابلت، بالتالي هيكون محتاج ينزل سوفت ويرز. جميل، انا مش هنزل زي ما قلت لكم السوفت ويرز على التابلت، احنا هنخش بس على السايت بتاع مايكروسوفت ونكتب مايكروسوفت اونلاين. المايكروسوفت نفسها بتديك الخدمه ان انت تستعمل كل البرامج دي اونلاين. يبقى دي اول حاجه. تعالوا نبص كده عشان بس اللي بينقل السايت بتاعنا، انا كتبت www.microsoft.online، هيفتح معايا البيج دي. طيب البيج دي فيه حاجه مهمه جدا، مكتوب اوفيس، مكتوب برودكتس، مكتوب ريسورسز، مكتوب تمبليتس، مكتوب سبورت. لو انا دوست على البرودكتس بتاعتها، هي دي هلاقي فيها كل البرامج اللي احنا محتاجين نستخدمها، وورد، اكسل، باوربوينت، سوي، كل السوفت ويرز بتاعتنا. يبقى نمبر 1 برودكتس هي اللي هلاقي فيها كل السوفت ويرز اللي هي اونلاين مجانيه، اقدر ان انا استخدم كل حاجه انا عايزاها. طيب على الجنب بقى في بورت مهمه جدا اللي هي تمبليتس. ايه بقى كلمه تمبليتس دي؟ تمبليتس معناها ان انا معموله للناس اللي اوريدي اصلا عندهم اوفيس على اللابتوب بتاعها، يعني انا عندي اوفيس نازل اصلا على اللابتوب، وقالوا لي دلوقتي انا عايز اعمل السي في بتاعي، طيب انا ما بعرفش السي في الستايل بتاعي هيكون شكله ازاي؟ جوه التمبليتس هتلاقي فيه ستايل للسي في، حد بيقول لي الحقي بسرعه احنا لازم نعمل فلاير، مطلوب مننا ان احنا نعمل فلاير في الجامعه،
الفلاير بتاعنا كمان انا هصعبه عليكم. الفلاير كمان بيقول لي طريقه الفولدنج بتاعه، يعني ايه؟ يعني كمان طريقه التانيه بتاعه بيقولوا لي لا لازم نعمل فلاير ويكون طريقه التانيه بتاعه ثلاثه ويكون متني بالشكل دوت. طيب انا ما بشتغلش جرافيك ديزاين ومش عارفه اتصرف ومش عارفه اعمل ايه. لو دخلت برده جوه التمبليتس هتعمل حاجه اسمها داونلود فلايرز وبكتب فلايرز فولدنج 3. 3 يعني ايه؟ يعني ثلاث تانيات. طيب حد تاني بيقول لي في الجامعه بليز جدا اعملي لي حاجه اسمها education present presentation عن موضوع معين. يعني انا مثلا في اولى ثانوي ويطلبوا مني انا عايز اعمل حاجه عن السولار سيستم، حاجه عن العلوم. طيب انا ما بجيتش البرزنتيشن، بالتالي انا لو دخلت جوه حاجه اسمها تمبليتس ودورت على حاجه اسمها ساينس برزنتيشنز هيديك سامبلز، مجرد ان انت تعمل حاجه اسمها دراج ودروب، تغير بس الحاجات اللي موجوده. يبقى الناس اللي ما بتعرفش تشتغل جرافيك ديزاينر ولا بتعرف تعمل التيبلز بتاعت الحسابات، كل حاجه موجوده جاهزه اونلاين، بتخش على حاجه اسمها تمبليتس. تعال نشوف نعملها ازاي. بيقول لي انا بتكلم نظري، تعالي ابتدي احكي لنا هنعمل ايه. نبتدي نحكي هنعمل ايه. يبقى احنا اللي هيكون عندهم الاوفيس اوريدي نازل على اللابتوب، بصرف النظر عن الفيرجن، انا مش هتكلم بقى لازم يكون عندي احدث فيرجن موجود على الجهاز، لا، لان طبعا ده مش وارد، هيكون عندنا طبعا في الاجهزه بتاعتنا. انا مجرد ان انا اخش على مايكروسوفت اوفيس 365 اوكي، واوتوماتيك ادوس على تمبليتس، هيفتح معايا شكل التمبليتس دي. بيقول لي تحبي تشتغلي ايه؟ عايزه تعملي كالندر، عايزه تعملي بيبرز اند ريبورتس، عايزه تعملي بلانرز، عايزه تعملي ايه بالظبط؟ بيديني كميه سامبلز كتيره جدا. بفتح زي ما قلت لكم دي السامبلز اللي موجوده، هعمل لكم زوم. يعني حد بيقول لي في الجامعه، طالب جامعي بيقول لي حضري لي فلاير، بيقول لي احنا الكورس بتاعنا عن الفلايرز، تعالوا نبص كده هنلاقي فيه بقى هو مكتوب حتى الفلايرز، مجرد ان انت هتدوس على كلمه اسمها فلايرز هينزل لك سامبلز من اسامي الفلايرز. حد بيقول لي انا بشتغل بزنس، بشتغل حد حسابات في مكتب حسابات، بنزل التمبليت بتاعت الفاينانشال مانجمنت. حد بيقول لي اني ايدوكيشن، انزل التمبليت بتاعت الايدوكيشن. هتلاقوا كميه حاجات كتيره جدا عن موضوعات مختلفه. ده كمان عايز اقول لكم حاجه، حد بيقول ده انا عايز اعمل البيزنس كارد بتاعي، انا عايز اعمل الكارت بتاعي، اعمل ايه؟ اروح دايسه على بيزنس كارد، يبتدي ان هو يصمم لي كمان البيزنس كارد بتاعي. طيب جبت لكم سامبلز بالشكل ده، ده شكل الفلايرز اهو. وانا بفتح الفلايرز بيقول لي حتى كمان شكل الفلاير، عايزه الديزاين بتاعي يكون شكله ازاي. طيب جنب الديزاين في كلمه هنا مكتوبه، مكتوب فلاير ومكتوب كلمه وورد، يعني السوفت وير اللي انت هتعمله اوبن عليه، يعني الفلايرز دي معموله على برنامج الوورد. طيب اخترت اللي يعجبني. بعد ما اخترت اللي يعجبني بفتح كده، بدي انا اخترت دلوقتي، انا قلت له student report with cover photo. كتير جدا طبعا من طلبه الجامعه وطلبه المدارس بيطلب منهم ريبورت، اكتب لي ريبورت عن شكسبير، اكتب لي ريبورت عن اكتب لي موضوع تعبير عن حد مهم، اكتب لي ريبورت عن حاجه معينه. بالتالي بدوس على الديزاين بتاع الريبورت وعندي تو اوبشنز، عندي حاجه اسمها داونلود. اول ما هعمل كليك على زرار داونلود يعني نزل لي السامبل دي. لما هعمل هدوس على زرار الداونلود هلاقي الشكل ده اهو، بيقول لي اوتوماتيك انت عايزه تنزلي داونلود للتمبليت. بعد كده بيسالني سؤالين، عايزه اعمل حاجه اسمها اوبن ويز، تحبي ان انا افتحه بالمايكروسوفت اوفيس؟ خدوا بالكم ان هو لو فتح هيفضل دايما محتفظ بيه اونلاين يعني على الانترنت، ولا اقول له لا سيف فايل، نزل التمبليت ده على الكمبيوتر بتاعي. بلاش نقول له اوبن، خلينا نقول سيف فايل، لا سيف التمبليت ده او السامبل ده على الكمبيوتر بتاعي. وبعدين ببتدي اقول له اوكي. افرجكم تاني على سامبل تاني، زي ما قلت لكم هنا بزنس كارد، رحت مختاره البزنس كارد ورحت دايسه كمان عليه داونلود. ايه المفيد كمان؟ انت كمان وانت جاي تطبع البيزنس كارد، واحنا جايين بنطبع انا بروحش المطبعه بطبع واحد بس، لاني بهدر في الورق، لازم يكون عندي ادي خمسه يمين وخمسه شمال او اربعه يمين واربعه شمال، حتى كمان هو بيجهز السامبل نفسها جاهزه ان هي تروح للمطبعه، مجرد ان انت تديله اوردر الطباعه. يعني كمان مش قال لك انا هعمل وان بزنس كارد وانت بعد كده المفروض تعمل كوبي اند بيست، لا، مديك كل السامبلز وهي جاهزه خلاص اوتوماتيك على البرنت بتاعك. طيب حد كمان بيقول لي لا ده انا كمان طالبين مني ان انا عايز اعمل حاجه اسمها ميديكال بروشور، قالوا لي اعملي حاجه طبيه، اعملي بزنس بروشور، ويكون حاجه اسمها تراي فولد. تراي فولد اللي هو الثلاثي اللي هو متني، ادي 1 اند 2 اند 3. ميزه التمبليت ده قايل لك اولها هيكون شكلها ازاي،
بالتالي ده الظهر، ده هيكون الجوه اللي في النص، وده هيكون الظهر بتاعك. هو حتى محدد لك شكلها، حتى الظهر مكتوب ان هو مقلوب بالمنظر دوت، وبعدين بيتفتح بالشكل دوت، وبعدين الستايل بتاعه. هو مسهل عليك وبيديك التصميم اللي انت عايزه، مجرد ان انت هتدوس على داونلود. طيب بس مكتوب جنبها ايه؟ خدوا بالكم، هو مكتوب جنبها كلمه باوربوينت، يعني ده معمول الديزاين بتاعي على السوفت وير اللي هو باوربوينت، يعني باوربوينت هيكون نازل على الجهاز بتاعك. طيب اعدي بسرعه جدا، ده لو حد طلب مني انا عايز اعمل بروشور لمطعم، السامبل جاهزه جدا، مجرد ان انت هتفتح الديزاين وتغير شكل الصور وتغير الكلام بتاعك. نعدي كمان، لو حد طلب مني سبورت بعمل حاجه لنادي، جهزي لي فلاير لنادي، برضو هفتح المايكروسوفت اوفيس وابتدي ان انا اعدل في السامبل او التمبليت اللي موجوده. برضو نيجي بقى حد عايز تيبلز، التيبلز برضو جاهزه كلها، بدل ما اضطر اخش على اكسل وابتدي فروم ذا بيجيننج، لا في كميه سامبلز كتيره جدا بلاقيها. برضو حاجه كمان دلوقتي، نخش كمان على الانفوجراف. الانفوجراف بقى منتشر كتير جدا، يعني معظم الاعلانات بيكون في حاجه اسمها انفوجرافيكس. انفوجرافيكس اللي هي بيكون بالشكل ده، اللي يكون فيها كميه جرافس كتيره جدا. حتى كمان البوستر الانفوجرافيكس هتلاقوا ليها سامبل، كليك عليها ودوس على داونلود هتعرف ان انت تنزلها. طيب نرجع بقى للبارت اللي بعديها. كل ده لو الناس اساسا اوريدي عندها المايكروسوفت اوفيس موجود على الجهاز بتاعها، اوتوماتيك هتعمل حاجه اسمها تمبليتس وتنزل التمبليتس بتاعتها، هتبقى اوتوماتيك بتشتغل من الكمبيوتر بتاعها او اللابتوب. طيب الناس بقى اللي ما عندهاش السوفت وير دوت، هتخش زي ما قلت لكم على مايكروسوفت، اهو انا كاتبه لكم الحاجه مايكروسوفت اوفيس، وبختار حاجه اسمها وورد اون لاين. اهو انا دوست هنا ايه عشان اوصل للستاب دي، انا فتحت البيج بتاعتي ودوست على كلمه اسمها برودكتس. انا المفروض المره دي اروح دايس على كلمه اسمها برودكتس، يبقى انا لما هدوس على برودكتس، اول ما ادوس على برودكتس اخترت الوورد اون لاين. اشغله ازاي؟ ببتدي اقول له ستارت يوزنج وورد، يبقى انا مشغله دلوقتي، مشغله الوورد بتاعي من اون لاين وانا فاتحه الانترنت، يعني وانا فاتحه الانترنت يعني البرنامج اصلا مش موجود على الكمبيوتر بتاعي، انا مشغلاه اون لاين. طيب اول ما هيشتغل اون لاين ايه الشكل اللي موجود؟ لما بفتح اونلاين بيديني السامبلز دي، بيقول لي تحبي البيج اللي انت عايزاها، عايزه تعملي سي في ولا عايزه تعملي كافر لتر ولا عايزه تعملي اكاديميك كالندر اللي انت عايزاه. اختار الستايل وادوس عليها وان كليك. اول ما ادوس عليها وان كليك بتبتدي تعمل اوبن. دي مجموعه الادوات اللي موجوده في المايكروسوفت اوفيس اللي هو اونلاين. طبعا ما فيهوش كل الفيتشرز، بس الى حد ما في كل الحاجات الاساسيه اللي احنا بنستخدمها. اتاكد ازاي ان انا شغاله اونلاين؟ اهو مكتوب وورد اونلاين، انا شغاله اونلاين. طيب ايه بقى الاوبشنز اللي موجوده؟ بيفتح عندي دي التول بار اللي موجوده فوق، بلاقي فيه فايل، بلاقي فيه هوم، بلاقي فيه انسرت، بلاقي فيه لاي اوت، شكل الايه لاي اوت. اقدر ان انا اغير نوع الفونت بتاعي، الحجم بتاعي، بولد تقيل، ايتاليك يعني مايل، اندرلاين تحتيه خط. اقدر ان انا اغير لون التكست بتاعي، الاوتلاين بتاعي، حاطين لي كمان البوليت وحاطين لي كمان الالاينمنت، يعني حاطين لي كل الفيتشرز دي اللي موجوده. وانا جربت حتى ان انا ابتدي ان انا اكتب واشوف التنسيق بتاعه تمام، ما فيهوش اي بروبلم خالص. ابتدي ابص، انا كتبت برده نفس الكلام اهو، قعدت ابتدي ان انا اعمل ديزاين لوورد. بعد كده بعد ما خلصت بس كل الادوات اللي موجوده، اتاكد بس كل دي تقدروا سهل جدا تتعاملوا مع الانترفيس بتاعه. بعد كده في اوبشن هنا على الجنب، تعالوا نبص على الجنب هنا. مكتوب فيه هنا عندي حاجه اسمها شير. نبتدي نقف على البوينت اللي هي اسمها شير. انا نسيت بس اقول لكم في بدايه الحلقه في حاجه مهمه جدا، ان انت عشان تشتغل اونلاين مايكروسوفت بتطلب منك ان انت يكون عندك اكاونت. عشان كده لاحظتوا ان الاسم بتاعي مكتوب فوق، ده الاكاونت بتاعي. هو مش بيسمح لاي حد بيخش ويبتدي ان هو يشتغل اونلاين، هو عايز يتاكد فعلا ان الشخص دوت هو شخص حقيقي، مش ريموت، مش اي حد تاني هو بيشتغل. فحضرتك لازم الاول تعمل اكاونت، علشان الاكاونت ده طبعا ده فور فري، بيكون عندك ميل على المايكروسوفت، وبالتالي بيسمح لك ان انت تستخدم كل السوفت ويرز بتاعتهم اونلاين. عشان كده هتلاقوا على الجنب انا مكتوب عندي ساين ان ساين اوت، كمان عشان يضمن ان محدش يخش على الداتا بتاعتك او يخش على البيانات بتاعتك، عشان كده الاسم اللي ظهر فوق. طيب بعد ما عملت حاجتي اونلاين وكتبت الاسي بتاعتي او المقاله بتاعتي اونلاين، بيسألك بعض الأسئلة. حلو، أنا دلوقتي الداتا بتاعتي أو النص بتاعي خلاص بقى على الإنترنت، الإنترنت فصل وقفل،
طب ما انا الشغل بتاعي هيضيع، طب انا المحاضره بتاعتي اللي كتبتها هتضيع، انا عايز اعمل بيها ايه؟ مديني كميه اختيارات كتيره. نمبر 1، تحب ان احنا نعمل اكسس ليها من الموبايل، يعني انت لو مسافر في اي مكان او انت موجود في المحاضره بتاعتك اقدر اعمل اكسس واوريها للتيتشر بتاعي، يبقى تقدر تعمل لها اكسس من الموبايل. اوكي. نمبر 2، هو ينفع ان انا اعمل لها داونلود على اللابتوب بتاعي؟ اقدر اعمل لها داونلود على اللابتوب بتاعي. نمبر 3، طب انا ما عنديش اوفيس، ينفع اعمل لها داونلود على اللابتوب بتاعي بس افتحها عن طريق برامج اخرى متاحه او موجوده عندي على الكمبيوتر؟ ايوه، كل ده متاح. تعالوا نبتدي نشوف وهو سمح لي الفيتشر القويه اللي فيه اللي هي شير، ان هو سمح لك بشير. لما دوست على شير نبتدي ان احنا نبص، حد بيقول لي هو انا ليه بشرح برزنتيشن؟ لاني انا في الاستوديو هنا مفيش انترنت، مفيش كونكتد تو ذا انترنت، لو في كونكشن تو ذا انترنت كنت هوريكم الحاجات دي طبعا عملي. طيب انا لما دوست على شير ظهر هنا حاجه مهمه جدا اللي هي سيف از. نبتدي نبص على سيف از. نمبر 1، قال لي اللي انت كتبتيه على الانترنت على المايكروسوفت اوفيس اللي هو اونلاين انا اقدر اعمل له سيف از، بس لما بيجي يعمل سيف از مكتوب هنا ايه؟ كوبي تو وان درايف. ايه بقى مصطلح وان درايف؟ الوان درايف دوت حضرتك، خليني بس ارجع باك شويه كده، احنا لما بنخزن حاجتنا يعني الصور بتاعتنا لما نحب نعمل ليها باك اب بنعمل لها باك اب فين؟ او الميل بتاعك بيعمل باك اب فين؟ الميل بتاعتك والصور بتاعتك بتعمل باك اب في الاكونت اللي انت بتعمله على حسب الشركه اللي انت بتستخدمها. يعني لو في ناس بتعمل جيميل خلاص شغلي كله بحتفظ بيه عن طريق الجوجل درايف او الجيميل. هنا بقى بيقول لي كل حاجتك، يعني خليني بس اوضح ان في عندنا حاجتين، لو انا بعمل حاجتي على الجيميل بحتفظ بحاجتي على الجوجل درايف بلاقي كل البيكتشرز بتاعتي على الجوجل درايف، لكن لو انا بعمل اكونت بتاعي على مايكروسوفت يبقى حاجتي بتحتفظ بيها عن طريق ايه؟ بحتفظ بيها عن طريق حاجه اسمها وان درايف. يعني الوان درايف هو اكزاكتلي ذا سيم اللي هو جوجل درايف، دول اتنين منافسين لبعض او اتنين مكملين لبعض. اقدر احتفظ بحاجتي على الجوجل درايف لو انا كنت بستخدم الجيميل، لو انا بستخدم المايكروسوفت اوفيس كل الداتا بتاعتي بتتخزن على الوان درايف. يبقى انا بقول له اقدر اخزن حاجتي على الوان درايف. الوان درايف ده عباره عن ايه؟ الهارد ديسك بتاعك اللي متخزن في السماء فوق او الكلاود. طيب بيسمح لي كمان اعمل رينيم، ان انا لو حبيت اسمي اقدر ان انا اعمل رينيم اسميه باي اسم. طيب انا ولا عايز احتفظ بيه في السماء، مش عايز احتفظ بيه في الكلاودز، ولا عايز اغير رينيم. قال لي داونلود ا كوبي، نزل لي نسخه من الحاجه اللي انا كتبتها فوق مكتوب تو يور كمبيوتر، نزل لي نسخه من الاسي اللي انا كتبتها او من الحاجه اللي انا كتبتها على الكمبيوتر بتاعي عشان احتفظ بيها. ما قاليش بقى هل الكمبيوتر بتاعك كان فيه مايكروسوفت ولا ما فيهوش، ما فيش مشكله، ده انا بنزل البيبر بتاعتي اللي انا استخدمتها. حاجه كمان بيقول لي لا، ده انا كمان ممكن اقول له داونلود از بي دي اف. لا، وانت كمان بتنزلها لي نزلها نسخه بي دي اف. ميزه نسخه البي دي اف، ايه الفرق ما بين الاكستنشن بتاع المايكروسوفت وورد والبي دي اف؟ المايكروسوفت وورد ينفع ان انا اعدل عليها في اي وقت، هفتحها على اي برنامج كتابه وابتدي ان انا اعمل عليها اديت. طيب اما لما بتكون بي دي اف، البي دي اف بيكون الملف خفيف جدا محدش يقدر يعدل عليها في اي تعديل. يعني بكتب حاجه ومش عايزه حد يلعب في اي كلمه، بكتب خبر صحفي معين وعايزه ابعته لحد، تمام، هفتح المايكروسوفت وورد وابتدي اكتب الخبر بتاعي، تمام، عايزه ابعت ده ميل لحد وخايفه ان اي حد يعمل تعديل عليه، في الحاله دي بعمل له حاجه اسمها سيف از ا بي دي اف. يبقى الفيتشرز المميزه بتاع بي دي اف، نمبر 1 بي دي اف اقدر ان انا افتحه على الكمبيوتر بتاعي اللي اصلا ما فيهوش مايكروسوفت وورد، يبقى دي اول فيتشر. نمبر 2 بيكون الملف بتاعي خفيف. نمبر 3 اقدر ان انا ابعته ميل لاي حد. نمبر 4 ان محدش هيقدر يعمل تعديل عليه. يبقى هو سمح لك نمبر 1 اقدر ان انا اعمله سيف على الوان درايف، الوان درايف عشان اعمله اكسس من الموبايل. نمبر 2 ينفع ان انا اعمله داونلود از ا وورد دوكيمنت. نمبر 3 ممكن اخليه از ا بي دي اف. نمبر 4 واخر حاجه ممكن ان انا اسيفه از ان اوبن دوكيمنت فورمات اللي هو او دي تي. الاو دي تي يعني اقدر افتحه على اي برنامج تكست، يعني اقدر افتحه على سامبل تكست، اقدر افتحه على برنامج تكست اديت، اقدر افتحه على اي برنامج كتابه او حتى افتحه على النيو اوفيس. يبقى احنا خلصنا في حلقه النهارده، كنا بناخد ازاي ان احنا نستخدم المايكروسوفت اوفيس اون لاين. اون لاين يعني مش لازم يكون عندي البرنامج على اللابتوب بتاعي، او حتى اصلا يمكن ما عنديش لابتوب بس بستخدمه عن طريق الموبايل. وشكرا والى اللقاء في حلقه قادمه.